لا شيء يخرق هدوء ساحة أعزاز السورية المدمرة سوى أصوات بضعة سيارات ولاجئين سوريين يحاولون عبور الحدود مشيا على الأقدام أو مستقلين دراجات نارية. المنازل مدمرة هنا. في هذا البيت قتل 7 أشخاص في قصف مروحي. ما تبقى من حطام في محطة الوقود هذه خير دليل على حدة المعركة التي شهدتها هذه المنطقة في بداية الحرب في سوريا، والهدف منها كان قطع تموين المحروقات عن عناصر الجيش السوري الحر. توجهنا إلى داخل البلدة الذي تعرض شرقها للقصف صباحا. سوق البلدة شبه مهجور، ومن بقي هنا يحاول إعادة بناء ما تهدم. معظم المحال التجارية تدمرت. المخبز الوحيد في البلدة تدمر جزئيا قبل يومين. فاطمة تنتظر دورها في صف طويل كغيرها لشراء رغيف الخبز، والجيش السوري الحر يحاول تأمين أرغفة الخبز للمواطنين. قصف؟ نعم، ما شايف القصف كله، في قصف. ما عم نستجي نبرك، عم نروح على تركيا، عم نروح، ما عم نستجي نبركون. هلأ جينا من تركيا. في الجهة المقابلة من الشارع يحاول خالد بعث الحياة مجددا في هذا الحي. جينا لهون لا شغلة ولا عملة، فتحنا المطعم عشان نستفيد منه. عم بيجي اللاجئين كمان لا شغلة ولا عملة، عم ندعم شوي عليه، بنحل اللاجئين بيجي معه مصاري، إذا معه مصاري احنا شوي عم نساعده، عم نعطيه فلافل، نعطيه حمص، نعطيه فول، نعطيه خبز عشان يعيش. آليات عسكرية ودبابات مدمرة دليل على ضراوة المعارك التي قتل فيها العشرات. كتبت أسماؤهم على حائط هذا المسجد. جو خولسكانيوز عربية من بلدة أعزاز في سوريا.